صحيح. طيب انت حضرتك قلت جمله الناس هتهتم بيها جدا، حضرتك بتقول ان انت خلصت فتره السنوات الجحاف او شهور الجحاف، بما يعني ان حضرتك بتاعت الجماهير او الاعجاف، انا اسف الاعجاف، انا اسف الاعجاف. فده معناه ان حضرتك بتاعت الجماهير بحصد البطولات اعتبارا من الموسم القادم ان شاء الله، وهو ده هدفنا طبعا. هو ده الهدف اللي احنا بنسعى اليه. والنادي الاهلي دايما بيسعى للبطوله، والمركز الثاني معناه الفشل بالنسبه لنا. احنا بنسعى للبطوله. التوفيق من عدم التوفيق، مفيش فريق بيحصد كل البطولات. دي اول بطوله اللي على الشاشه قدامنا دي بالنسبه لحضرتك. اللي هي السوبر. اللي هي السوبر. مفيش يعني فريق واخدت الدوري، مفهوم اخدت الدوري طبعا، الدوري الاول وبعدين السوبر. واخدنا الدوري والسوبر والكونفدراليه اللي كانت برضو كان بتوفيق. انا مش عايز اقول احنا خدنا الكونفدراليه باداء، احنا جبنا الجون في الدقيقه 95 صح مدحت، وكنا قاعدين كلنا على اعصابنا، وظلمنا تحكيميا في المباراه اللي هناك اللي خسرنا فيها 2-1. ظلمنا تحكيميا، وفي ظل هذه الظروف بتحصل على بطوله. وخلينا ادي الحق الحقيقه الحقيقه في الجزئيه دي، انه اول مره في تاريخ الانديه المصريه الحصول على هذه البطوله المستعصيه اللي هي الكونفدراليه. بالظبط كده. يعني دوري الابطال الاهلي اخدها كتير والزمالك اخدها، لكن الكونفدراليه هي اول مره تحصد كان من خلال النادي الاهلي. دي حقيقه لابد ان تذكر. طيب يعني